إذن مشاهدينا، تقريرنا التالي راح يتحدث عن الصيحات الجديدة بالأعراس ومحاكاة الليالي الأسطورية، حيث يعني إذا رغبت أي فتاة بأن تعيش هذه الأجواء الأسطورية يوم زفافها وتكون أميرة، فبالإمكان بعد هذا اليوم أن تتحقق هذه الرغبة، وتحديدا في القاهرة، حيث تتيح إحدى شركات تأجير السيارات التجارية عربة سندريلا لكل عروس في ليلة العمر كخطوة جريئة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط. إذن نصحبكم معنا في رحلة مع سندريلا القاهرة. في حفلات الزفاف تحلم كل عروس أن تكون شبيهة بشخصية بطلة فيلم الرسوم المتحركة سندريلا، وهذا بالفعل ما أتاحته إحدى شركات تأجير السيارات في مصر بعدما تمكنت من تحويل حلم عربة سندريلا إلى واقع. فما إن يرى الناظر بعينيه عربة سندريلا البيضاء التي تجر بحصان وموكب ملكي حتى يتذكر فيلم الرسوم الخيالي سندريلا الذي صور في خمسينيات القرن الماضي، لكن واقع الحال يثبت بأن تلك العربة صنعت في القاهرة لإضفاء أجواء أكثر كلاسيكية على الخدمات التي عادة ما تقدم في الحفلات والمناسبات. كون إن عروسة تركب عربية سندريلا في يوم فرحها ده حلم كل عروسة. فكرنا في التفكير دوت وابتدينا ناخد ديزاين، دورنا لقينا فيه على الانترنت حول العالم كله في حوالي 7 سندريلا كارج بيستخدموا في الزفاف، حاجة بالمقاس الكبير اللي ممكن العروسة تركب جواه وتمشي لغاية المكان بتاع الزفاف. وأوضح عماد بطرس مؤسس شركة كلاسيك ليموزين التجارية للسيارات أن فكرة استحداث عربة سندريلا في مصر استنبط تصميمها من صور وجدت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد التفحص والاستكشاف أقدمت الشركة على صنع العربة كأول نموذج يتم تنفيذه في الشرق الأوسط. هي فكرة إحنا بنعتز بيها، يعني إحنا ممكن نقول عملناها كوبي من واحدة تانية معمولة في أمريكا. الحمد لله إحنا صممناها في مصر، يعني إحنا عملناها نفذناها من صورة من شوية فوتوغرافز كده، لفينا حواليها واتفرجنا وعملنا ديزاين ونفذناه. بس في النهاية بنفتخر ان احنا لما نفذنا حاجة كانت اول حاجة تتعمل في الشرق الاوسط كله. طبعا الاقبال عليها رائع، ولو تتاح لكل حد يقدر على تكلفتها كل الناس هتاخدها، بس طبعا هي تكلفتها ممكن تكون عالية شوية، مش في متناول كل الناس، بس والله بنقدر نقول بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا ما نعملش بروفيت كبير في شغلنا، بس هي التكلفة بتخضع للونش اللي بيشيلها والتأجير الحصان نفسه والترانسبورتيشن بتاعة الحصان اللي هي تنقله للمكان. ورغم ارتفاع قيمة تأجير عربة سندريلا في الحفلات بمبلغ يزيد عن 200 دولار أمريكي، فإن البعض من فتيات مصر وضعنا عربة سندريلا كشرط أولي يضاف لقائمة متطلبات الزفاف كوسيلة مستحدثة تؤهلهم للعبور نحو فارس الأحلام وعشه الذهبي.